السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. تقيم البعثة اليمنية في الأمم المتحدة بالتعاون مع رابطة أمهات المختطفين والتكتل اليمني الأمريكي الأسبوع التضامني مع المختطفين والمخفيين قسرا في سجون الميليشيات. وفي الندوة الافتتاحية لهذه الفعالية عرض دبلوماسيون وأكاديميون ومعتقلون سابقون قضية المختطفين في سجون الميليشيات في محاولة لتعريف الرأي العام العالمي على هذه القضية التي تمثل إحدى أسوأ تجليات الأزمة اليمنية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: آخر المستجدات فيما يخص ملف المختطفين، وأثر الجهود الموازية في إثارة قضية المختطفين، وهل يمكن أن تشكل عاملا مساعدا على لفت الأنظار لهذه القضية؟ إذن بعد أكثر من عامين ما يزال المئات من المختطفين في معتقلات ميليشيا الحوثي والمخلوع، والبعض منهم لا يعرف مصيرهم أو أماكن احتجازهم حتى الآن. وبعد فشل كل الجهود الرسمية تسعى عائلات المختطفين إلى مخاطبة الرأي العام العالمي بغرض لفت النظر إلى قضيتهم من خلال جهود موازية، نبحث في هذه الحلقة قدرتها على إحداث الاختراق المطلوب في هذا الملف. مشاهدينا، قبل البدء بالنقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير. مضى على بعضهم أكثر من عامين فيما ملفهم على طاولة المباحثات، ولكن على ما يبدو فإن المختطفين في سجون الميليشيا لن يكونوا قريبا خارج المعتقل. كان شرط إطلاق المعتقلين على رأس قائمة المطالب المطروحة على طاولة المفاوضات كبادرة لحسن النوايا المطلوب من الميليشيا تلبيتها للشروع في مفاوضات الحل السياسي، إلا أن هذا الملف بقي مجمدا ولم يحدث فيه أي تقدم، تماما كما هو حال بقية الملفات. أكثر من ذلك، تحولت قضية المختطفين إلى قضية للابتزاز تعمل سلطات الميليشيا من خلالها على الحصول على تنازلات من الحكومة الشرعية، أهمها إطلاق سراح مقاتل الميليشيا مقابل إطلاق بعض من هؤلاء المختطفين. فشلت كل الجهود في إطلاق المختطفين، وبقي طريق واحد يمكن التحرك فيه، تعريف الرأي العام العالمي بالقضية، ولكن حتى هذا لا يبدو مشجعا نظرا للنتائج التي حققها هذا المسار خلال الفترة الماضية. في نيويورك نظمت بعثة اليمن الدائمة لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع رابطة أمهات المختطفين والتكتل اليمني الأمريكي ندوة ومعرض صور حول المعتقلين في سجون ومعتقلات الميليشيا، حضرها عدد من ممثلي وفود الدول المعتمدة والمنظمات الدولية وناشطون وصحفيون. تحدث في اللقاء دبلوماسيون ومختطفون سابقون وأكاديميون يمنيون وأمريكيون في محاولة جديدة للفت نظر العالم إلى قضية تشكل إحدى العلامات السوداء في سجل الأزمة اليمنية وفي أداء المجتمع الدولي خلال هذه الأزمة. فهل يستطيع هؤلاء إحداث الاختراق المرتقب في قضية باتت تمثل هاجسا مقلقا لأهالي المختطفين المنتظرين منذ أكثر من عامين؟ إذا نبدأ النقاش مشاهدينا، وينضم إلينا من نيويورك الناشطة الحقوقية أفراح الأكحلي. مساء الخير سيدة أفراح. أهلا فيكم، مرحبا. أهلا بك سيدة أفراح. في البداية نود لو يعني تعطينا فكرة عن الفعالية التي تنفذونها في نيويورك بخصوص ملف المختطفين. الحملة هي مستمرة طبعا لمدة أسبوع، وأيضا بعدها عدة نشاطات في واشنطن ولايات أخرى إن شاء الله. الهدف منها هو الضغط على المجتمع الدولي للنظر إلى قضية المختطفين بعين الاعتبار ونظرة جادة، وأيضا التفاعل الجاد للضغط على تطبيق قانون مجلس الأمن 2216، وأيضا وقف المحاكمات الغير عادلة وحكم الإعدامات الظالمة بحق الصحفيين. نعم. بعد يعني فشل كل الجهود وجهود المبعوث الأممي في إطلاق سراح المختطفين، هل تعتقدون أن هذه الطريقة ستحقق نتيجة ما؟ نأمل، يعني احنا يعني نشاطنا مستمر ونحاول الضغط بكل الوسائل حتى يعني نلقى تجاوب، وأيضا المبعوث الدولي لم يعتذر، لم يحضر، لكن نائبه كان موجود وصرح ايضا بانهم مستمرون ويحاولون الضغط على ميليشيا الحوثي وصالح للاطلاق الفوري على المعتقلين، وايضا تطبيق قانون مجلس الامن الدولي. نعم. بعد ما انتهت هذه الفعاليه، هل هناك اي صدى من اي جهه كانت بهذا الخصوص؟ حقيقه لاحظنا يعني بعثات دبلوماسيه تواجدهم امس دهشتهم استغرابهم من الوضع
المأساوي للمختطفين. أيضا يعني تفاجأ البعض أن هناك محتجزين غير قانونيين يعانون حالة نفسية وصحية، أيضا تم تعذيبهم وعدد منهم مات تحت التعذيب. كانت الردود فعلا صادمة لهم. بدأوا يعني بالتساؤلات، كيف ممكن أن ندعمكم، كيف ممكن أن نساعد في إيجاد يعني ضغط حقيقي دولي للمطالبة بالإفراج عنهم ومحاسبة منشا الحوثي وصالح. مستمرون بالتواصل معهم لنجد ضغط دولي حقيقي. سيدة إفراح، بعيدا يعني عن هذه الندوة، وإنما إذا ما تحدثنا عن ملف المختطفين بشكل عام، ما هي آخر المستجدات في هذا الملف؟ يعني حقيقة عدد المختطفين يعني في وجود الميليشيا لا زال العدد غير ثابت، لكن يتراوح بين 3000 معتقل ومخفي في سجون الحوثي وصالح. هناك أيضا يعني الآن شهدت يعني أنتم مطلعون على المحاكمة غير العادلة بحق عدد من الصحفيين، يعني حيث تعرض حاليا يعني لمحاكمات غير عادلة من قبل محكمة يعني أمن الدولة تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح في العاصمة صنعاء المحتلة دون توفير الحد الأدنى من الحق يعني في العدالة، مخالفة الأحكام الدستور القانون الاتفاقيات الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، تعرض المختطفين لأسوأ أصناف التعذيب وأخذ اعترافات بالقوة، ويوجد يعني هناك صحفيين أصدر عليهم حكم بالإعدام بدوافع سياسية على غرار يعني ما صدرته هذه المحكمة من حكم إعدام ضد الصحفي يحيى عبد الرقيب، وأيضا يعني كان في أعتقد أبريل الماضي. ويوجد أيضا عدد 26 من المعتقلين يعني أغلبهم من الأكاديميين بنفس المصير أيضا. وعلى أثر هذه يعني احنا طالبنا يعني بتوصية بإلزام ميليشيا الحوثي وصالح بسرعة الإطلاق عن سراح المحتجزين والمخفيين وتطبيق قرار مجلس الأمن ووقف الإعدامات في حق الصحفيين. طبعا وأيضا لا يخفيكم وضع المعيشي والمأساوي أيضا لأسرهم، يعني ربط أمهات المختطفين تقريبا يعني نفذت 120 وقفة، يعني أغلبها كانت تواجه بالعنف بالضرب بالمحاصرة بالمطاردة بالإذلال بالتعنت. أيضا تعتبر الآن الأسر فاقدة من يعولها. الوضع المعيشي أيضا لا يخفي اقتصاد اليمن متدهور جدا، فما بالك في أسر المختطفين الذين فقدوا من يعولهم. نعم، وضحت الصورة سيدة أفراح، ابقي معي ولكن سأشرك معنا بالنقاش. سينضم لنا أيضا من نيويورك الناشط السياسي ومعتقل سابق في سجون الميليشيا الدكتور لبيب ناشر. دكتور مساء الخير. مساء النور. دكتور لبيب، كنت أحد المشاركين في الندوة المقامة في نيويورك، ما الأثر الذي يمكن أن تخلفه مثل هذه الفعاليات، وهل يمكن أن تنجح في كسر الجمود المحيط بهذه القضية الإنسانية؟ بالتأكيد نحن نتحدث على ندوة أقيمت في مبنى الأمم المتحدة بحضور نائب الممثل الدولي في اليمن، بحضور أساتذة في القانون الدولي، بحضور معتقلين سابقين كانوا موجودين. نحن نتحدث عن فعالية تمت في داخل مبنى الأمم المتحدة تمهيدا لفعاليات أخرى قادمة أكبر، ولا أعتقد أن هناك يعني مكان أكثر تأثيرا من المنظمة الدولية في الدفع بهذه القضية إلى الأمام وتحريك الجمود الذي فعلا حاصل فيها، وللأسف جمود الجميع يجب أن نتحمل مسؤوليته، كان في الجانب الحكومي أم في منظمات المجتمع المدني الموجودة. أنا أتحدث عن الناشطين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني الذي تخدم القضايا الوطنية الموجودة في الخارج. يجب أن نتحمل مسؤولية هذا الأمر بشكل كبير جدا. طبعا. نعم، ما هي الأدوات المناسبة لإيصال هذه القضية إلى المحافل الدولية بشكل كامل؟ إلى الآن أستطيع أن أقول لك أن جميع القائمين على هذا الموضوع، كان مرة أخرى أكرر الجانب الحكومي من ناشطين سياسيين، لم يعملوا ولو بربع الطاقة التي يجب أن يعملوا بها في خدمة هذا الموضوع. لا أعلم هل يجب أن يعتقل
أحد المسؤولين القائمين على هذا الملف في حكومتنا لكي يشعر بالمآسي التي تحدث للمعتقلين، لكي يشعروا بالتعذيب الذي يحصل لهم. تخيل نحن مثلا هنا في نيويورك لا نريد أي دعم مادي من أي جهة حكومية، نحن فقط نخدم القضايا الوطنية. وأنا هنا أشكر بشدة التكتل اليمني الأمريكي، وأشكر الأخ خالد اليماني السفير الدائم في الأمم المتحدة على تجاوبهم الكبير، على نشاطهم، على تفاعلهم مع مثل هذه القضايا الوطنية. وأعود أقول لك بأن نحن هنا ينقصنا الإحصائيات والأرقام والبيانات التي من المفترض أنها تكون متوفرة لدى الجانب الحكومي. كان بنيتنا أن نعمل أكثر. هي لا توجد إحصائيات دكتور أم أنكم لم تحصلوا عليها حتى الآن؟ خصوصا أن هناك أخبار أن رئيس الوزراء سلم اللجنة الدولية في اليمن قائمة بعدد المعتقلين في سجون الميليشيات. لديهم معلومات ولديهم بيانات ولديهم إحصائيات، ولكن ليس هناك وحدة مختصة بالتنسيق مع الناشطين خارج الجمهورية اليمنية، ليس هناك وحدة مختصة بالتواصل مع مثل هذه المنظمات، منظمات المجتمع المدني. أتحدث أنا كمثل التكتل اليمني الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، هو أحد أهم المنظمات المدنية التي تعمل في الدفع بالقضايا الوطنية ومن أهم قضية المعتقلين في سجون الحوثي، ولكن ليس هناك أي إمداد لهؤلاء بالمعلومات. أنا أتحدث على ما أعرف أنا، لكن بالتأكيد هناك منظمات أخرى في دول كثيرة. عندنا قصور شديد جدا في هذا الجانب، ليس هناك تواصل، ليس هناك هوت لاين بيننا وبينهم، بيننا وبين الجانب الحكومي في تزويدنا بهذه البيانات، الذي لولاها لا نستطيع أن نتحدث. يا أخي الناس يتحدثون بالأرقام، الناس لا يريدون حديث إنشائي. إذن دكتور ابقى معي، سأعود لأستكمل معك، ولكن سأذهب إلى ضيفتي الناشطة الحقوقية أفراح الأكحلي بسؤال أخير. سيدة أفراح، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومدراء عدد من المنظمات الدولية متواجدون حاليا في اليمن، هل قابلتم أي منهم في رابطة أمهات المختطفين؟ والله حسب يعني علمي واطلاعي أنه الآن الرابطة تحاول عمل يعني موعد معهم والتواصل معهم. من قبل كان يعني الرابطة أرسلت إرساليات وطلبت من عدد كبير يعني من المعنيين التواصل معهم والالتقاء بهم. كان البعض يلتقي بهم دقائق معدودة، يعني ليست بحجم المتوقع أو بحجم المأساة التي يعانون منها. الآن الصليب الأحمر تسعى الرابطة للالتقاء به، وتأمل أن يكون قد المسؤولية أيضا ويلتقي بهم للإطلاع على القضية بشكل يعني أوسع وفعال. إذن أشكرك جزيل الشكر الناشطة الحقوقية أفراح الأكحلي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. أعود إلى ضيفي الآخر دكتور لبيب ناشر. دكتور لبيب، على ماذا تعولون في الضغط على الميليشيا لإطلاق سراح المختطفين إذا كانت أرفع هيئة أممية قد فشلت في تحقيق الاختراق اللازم حتى اللحظة؟ أعتقد أن أهم ما في الأمر الآن هو تحريك الرأي العام في دول صناعة القرار، وأنا أتحدث عن دول مثل أمريكا. تحريك الرأي العام سيدفع بحكومات هذه الدول إلى تحريك الملف في مجلس الأمن. تحريك الرأي العام لا يكون إلا عن طريق توائم وتوافق وتنسيق ما بين الحكومة الشرعية والناشطين في الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد هذه الآلية الوحيدة التي نستطيع بها أن نضغط. وبالمناسبة الأمم المتحدة لم تفشل، ولكن الأمم المتحدة لم تجد الدافع القوي، لم تجد المتابعين بشكل جاد بعد هذا الموضوع. أنا لا أنكر مجهود أيا كان في البعثة الدبلوماسية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية أم من الجانب الحكومي، ولكن يجب أن ترسم خريطة معينة لمتابعة هذا الموضوع. يا أخي حتى الإحصائيات الموجودة حاليا هي إحصائيات فقط أغلبها للصحفيين والإعلاميين، ولكن أنا كنت في السجن ورأيت ناس وشباب صغير
ليس لهم علاقة بالإعلام، ليسوا إعلاميين، عندما يختفون لا أحد يتحدث عنهم، ليس لهم علاقات بالأحزاب السياسية، عندما يختطفون لا أحد يفتقدهم. نعم. هناك أعداد هائلة من المختطفين والمعذبين في داخل السجون. يا أخي هذه مأساة. هل تعلم أن ميليشيات الحوثي تستفيد كطرف مقاتل من مميزات القانون الدولي في مثل هذه الحالات؟ بمعنى أن القانون الدولي يفرض على المجتمع الدولي بشكل عام أن يساعد هذا الطرف المقاتل بأشياء معينة مثل التغذية، لا يمنع عنه التغذية، لا يمنع عنه الوقود، لا يمنع، هم يستفيدون من هذه الأشياء من القانون الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة. إذن لماذا لا نضغط كجانب حكومي كناشطين على الأمم المتحدة بأن يهددوا هذا الطرف بمنعهم من بعض هذه المميزات إن لم يطلقوا؟ لأنه القانون الدولي كما يضمن لهم هذه الأشياء هو أيضا يفرض عليهم أن يتعاملوا بإنسانية مع المعتقلين. نعم، إذن لماذا وضحت الصورة دكتور، سأعود لأكمل معك ولكن سأشرك معنا في النقاش من عدن وكيل وزارة حقوق الإنسان سيد ماجد فضائل. سيد ماجد مساء الخير. أسعد الله مساءكم، مساء النور. أهلا بك سيد ماجد. يعني بالنظر إلى التحركات غير الرسمية الخاصة بملف المعتقلين، هل هذا يعني أن المباحثات والجهود الرسمية أيضا وصلت إلى طريق مسدود؟ ما زالت المباحثات جارية ومستمرة دائما منذ المشاورات الكويت وقبلها مشاورات جنيف، وكانت من ضمن الأولويات الأساسية في موضوع المعتقلين والمعتقلين صفا والمخفيين قسرا لدى ميليشيا الحوثي وصالح. تم تقديم قوائم كاملة من الجهات الحكومية ومن وزارة حقوق الإنسان بالمعتقلين والمخفيين والذين يتعرضون للتعذيب من قبل ميليشيا الحوثي وصالح للجهات العمومية وجهات المنظمات الدولية. وفي اليومين الأخيرين التقى دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن داخل مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأجل الملف هذا، تم نقاشه بشكل مستفيض وتم تقديم قاعدة بيانات مكتملة. هنا في هذه النقطة، نقطة قاعدة البيانات، اسمح لي ولو قاطعتك سيد ماجد. ضيفي الآخر الدكتور لبيب ناشر، ناشط حقوقي وأيضا أحد المعتقلين السابقين، لو سمعت معنا كان حديثنا قبل قليل أنه لا يوجد قوائم وإمدادات بالمعلومات من قبل الجانب الحكومي للنشطاء خارج البلد كي يعملوا على هذه القضية. الناس تتحدث من خلال الأرقام والمعلومات. لدينا نحن في وزارة حقوق الإنسان وبالتعاون مع المنظمات المجتمع المدني العاملة والراصدة في الميدان قاعدة بيانات مكتملة من الانتهاكات الميليشيا الحوثي وصالح في كافة الانتهاكات، ومن ضمنها الاعتقالات والإخفاءات التي تمارس ضد المدنيين والمواطنين العزل. هذه قاعدة البيانات. إذن لماذا لا تكون هناك جهة تنسيقية من قبل الجانب الحكومي بحيث تعمل على إمداد النشطاء الحقوقيين خارج البلد بالمعلومات والأرقام أيضا؟ نحن على استعداد في وزارة حقوق الإنسان لإمداد الجهات الكاملة، الجهات التي تطلبها بالمعلومات الكاملة التي يطلبها حول المختفين والمخفيين قسرا. طبعا نحن بالتعاون مع أيضا أمهات المختطفين لدينا قاعدة بيانات مكتملة ومحدثة حتى الحالات التعذيب التي يتعرضون لها لهم المواطنين. كما ذكر ضيفك الكريم، هناك كثير من المواطنين ليسوا صحفيين وليسوا نشطاء سياسيين وإنما مواطنين عاديين، يعني ليس لهم أي دور في هذه الحرب لا من بعيد أو قريب، بل إنهم مواطنين يختطفون لغرض الابتزاز وطلب الفدية المادية أو أيضا لمقاضاة أغراض وتصفية حسابات معينة، وهي حالات كثيرة جدا. يعني وصلت حالات الاختطافات والاعتقالات التأسفية والإخفاء القسري لأكثر من 17,000 حالة. الآن المتلقي في السجون ما يقارب 5,075 مختطف مدني وأيضا من الناشطين والإعلاميين والسياسيين. نعم، ابقى معي سيد ماجد فضائل. سأعود بسؤال لضيفي الآخر الدكتور لبيب ناشر. دكتور لبيب، يعني بوصفك أحد المعتقلين السابقين في سجون الميليشيا ومثلك آخرون من المشاركين في هذه الفعاليات، ما الأثر الذي يتركه هذا الأمر لدى المشاركين في هذه الفعاليات من العالم؟
يبدأ الناس يتحسسوا آلام المعتقلين والمعذبين في السجون من خلال هذه الفعاليات. هذه الفعاليات هي التي تظهر ما يحصل حقيقة خلف القضبان. يعني أمس كان أحد المتحدثين الدكتور عبد القادر الجنيد، وروى الدكتور عبد القادر، صحيح أن الدكتور عبد القادر الجنيد لم يتعرض للتعذيب، ولكن هو رأى المآسي بعينيه وحكى حكاية الأخ جلال المعمري الذي أمن أن يوصل هذه المأساة إلى الجميع. كان هناك أيضا الأخ أو السيد مارك والأمريكي الذي لم يتعرض للتعذيب، ولكن قال كنت أسمع صراخهم بشدة. هذه الأحاديث، هذه الفعاليات، هذه اللقاءات هي التي توصل المأساة والمعاناة الحقيقية الذي الآن تمارسها قوى الانقلاب في صنعاء ضد الأبرياء. لولا هذه الفعاليات أخي ستكون هذه القضية مغيبة تماما. أنا أريد أن أسأل سؤال لضيفك الكريم لو تتفضل. بأن هناك فرصة. تفضل. الأخ الفاضل وكيل الوزارة، هل لديكم قائمة أو تواصل أو يعني قائمة بأسماء المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني الموجودة خارج الجمهورية المدنية، خارج الجمهورية اليمنية، وأنا أتحدث عن أوروبا، دول أوروبا أو أمريكا أو كندا، هل هناك تواصل معهم؟ هل هناك خط ساخن بينكم وبينهم؟ أنا أتحدث عن أكثر من فعالية مرت علينا لم نستطع أن نشارك بها، والسبب كأننا لم نجد ملفات نقدمها. نحن نتحدث عن حرب أكلة الأخضر واليابس، نتحدث عن تجنيد الأطفال، عن زراعة الألغام، عن المعتقلين. والله يا أخي كنا نبحث عن من يمدنا بملفات وليس أي ملفات. نحن للأسف تصلنا ملفات لا تقبل لدى الجهات الدولية. هناك معايير معينة في إعداد الملفات الحقوقية. للأسف هذه الملفات يجب أن تكون متوفرة لدى وزارة حقوق الإنسان، ويجب أن تكون أبواب وزارة حقوق الإنسان مفتوحة للناشطين السياسيين. لا يفيد أن يكون لديك إحصائيات وأرقام وأنت تحتفظ بها في مبنى الوزارة. ماذا سيفيد المعتقلين أن تكون هذه الأرقام والإحصائيات موجودة لديك؟ نعم. إذن سأصل سؤالك سيد أو دكتور لبيب ناشر، أشكرك جزيلا الناشط السياسي والمعتقل السابق في سجون الميليشيا، كنت معنا من نيويورك. أعود لضيفي الآخر وكيل وزارة حقوق الإنسان سيد ماجد فضائل. سيد ماجد، كما سمعت ضيفي دكتور لبيب ناشر يتحدث أن يعني يبحث عن آلية من قبل وزارة حقوق الإنسان لإمداد الناشطين في يعني في المحافل الدولية بالمعلومات والأرقام من أجل أن يعني يوصلوا قضية المعتقلين للعالم. هو يقول يعني ما فائدة المعلومات والأرقام إذا كانت موضوعة في مبنى الوزارة؟ نعم يا سيدي، نعم. طبعا كما قال ضيفكم الكريم وسؤاله حول دور الوزارة وما فائدة المعلومات إذا كانت في مبنى الوزارة، طبعا نحن لا نحتفظ بهذه المعلومات أبدا في مبنى الوزارة، بل من تشاركها مع المنظمات كاملة، سواء المنظمات المحلية أو المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية. يا سيد العزيز، لكن هو هنا يتم يعني حسب الطلب ولا يتم عبر خط ساخن مستمر في هذه القضية. دعني أكمل كلامي. هناك طبعا هذه المعلومات نحن نمدها، لدينا منسقين كوزارة حقوق الإنسان في العواصم الأوروبية وأيضا منها أمريكا، وسواء في نيويورك أو واشنطن، ونمدهم بالمعلومات كاملة، وأيضا نشارك في الفعاليات، بل ننسق وننفذ فعاليات معا مع عبر الخارجية والبعثات الدولية وسفارتنا في الاتحاد الأوروبي وأيضا أمريكا والدول الأخرى. يا سيدي، هذه الفعالية التي أقيمت أخيرا وحضرها الدكتور عبد القادر الجنيد كنا نحن مشاركين فيها لولا إجراءات السفر، وكما تعلمون يعني أخذت وقت أطول فلم نستطيع المشاركة، ولكن استطعنا أن نمدهم بالمعلومات اللازمة من الانتهاكات المطلوبة ومدناهم بالتقارير. نحن أصدرنا تقرير. أنتم تقدمون المعلومات والتقارير إلى منظمات أو جهات رسمية، لكن
هو لا يقصد أنه هناك تقصير من قبلكم وأنه لا يوجد تواصل مع المنظمات، وإنما هو يتحدث عن النشطاء خارج البلد، إذا ما مديتهم بالمعلومات والأرقام سيكون هناك تحرك أكبر في هذا الجانب. نحن لا نقول نعم يا سيدي، نحن لا نقول أن هناك يعني اكتمال في يعني في العمل، هناك تقصير ولكن يتم تلافيه مع الوقت. طبعا عدنا عدت وزارة حقوق الإنسان إلى العاصمة المؤقتة عدن في بداية 2017، وبدأت عمل من الميدان، وبدأت أيضا بإصدار أول تقريرها في شهر مارس لسنتين سابقة، والآن تعمل على تقارير سنوية. هذه المعلومات لدينا تنسيق كامل مع منظمة المجتمع المدني في أوروبا وفي أيضا مجلس حقوق الإنسان. نحن نحضر فعالية كاملة، وبعد شهر سوف تكون هناك الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان. لدينا العديد من الندوات داخل مجلس حقوق الإنسان واللقاءات مع المنظمات والسفراء الدوليين، بالإضافة إلى تنفيذ جولة أوروبية في طبعا دول أوروبا، ألمانيا وبروكسل وهولندا وأيضا باريس. هذه نعم الجولة تلامس طبعا ليست فقط تلامس الجهات المسؤولة في هذه الدول، ولكن أيضا نلتقي بالناشطين ومنظمات المجتمع المدني ونعطيهم المعلومات والتقارير ونمدهم بكافة المعلومات التي يطلبوها. يا سيدي باب وزارة حقوق الإنسان مفتوح، نحن على استعداد تام للرد على أي ناشط أو منظمة تريد أي معلومات، وهذا يسعدنا، بل نحن نكمل بعض. وأيضا القنوات الإعلامية من بلقيس وغيرها من القنوات لها دور كبير جدا في إظهار هذه القضية الإنسانية العظيمة. يعني الجهد في الأخير هو جهد متكامل، وكلنا نكمل بعض لأجل الإنسانية وحقوق الإنسان. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا وكيل وزارة حقوق الإنسان سيد ماجد فضائل. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة، وأشكر ضيوفي، كان معنا من نيويورك الناشطة الحقوقية أفراح الأكحلي، وأيضا الشكر للناشط السياسي والمعتقل السابق في سجون الميليشيات الدكتور لبيب ناشر. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل كمال حيدرة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.